السلام عليكم في أبرز السلام عليكم في أبرز عناوين المسائية اليوم. وفي الصفحة الثقافية إطلالة فنية على مشاركة التشكيليين المغربيين إلهام العراقي عمري وسعيد حجي في معرض الخريف بباريس، الموعد الثقافي الذي يحتفي بدورته 110. السلام عليكم وأهلا بكم إلى آخر عرض إخباري مفصل مباشرة من القناة الثانية. وفي بداية هذه النشرة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتقدم أسرة القناة الثانية بأحر ونختم النشرة بالصفحة الفنية وضمنها إطلالة على مشاركة التشكيليين المغاربة في المعرض الخريفي بباريس. هو موعد ثقافي يحتفي هذا العام بسنته 110، والمغرب وبعد غياب 10 سنوات يعود للمشاركة بأعمال إلهام العراقي وسعيد حجي. روبورتاج من باريس والتحرير لبشرى رائف. منذ 1903 والمعرض الخريفي لباريس يجمع أعمال الفنانين على اختلاف مشاربهم وأعمالهم. الرسم والنحت والتصوير أعمال ينجزها فنانون فرنسيون أو من باقي أصقاع العالم. منذ سنوات فتح المعرض أبوابه في وجه التشكيليين العرب، وفي طبعة 2013 يحضر تشكيليان مغربيان بينهما سعيد حجي مدير الرواق العربي في المعرض. المغرب اللي هو المنسق العام لهذا الجناح، وشرف كبير بان احنا تبعنا خطوات فنانين كبار كالمرحوم الشعيبي طلال والفنان الكبير المرحوم القاسمي، وتنتمناو نخليو الاثار ديالنا في هذا الصالون الخريف الفرنسي في هذه السنه ونمشيو في نفس الاتجاه. المغربية إلهام العراقي عمري تشارك هي أيضا في هذا الرواق، تعرض لوحات تجريدية أثارت انتباه النقاد الفني التشكيلي. لوحات التجريدية التي أنجزتها فيها مجهود كبير وإضاءة واضحة، هي ليست انطباعات بل قوة أحاول أن أنقلها إلى من يشاهد اللوحة عن قرب. هذه خامس النسخ التي يشارك فيها تشكيليون عرب من منطقتي الشرق الأوسط والمغرب العربي كالمغرب مثلا. الحضارة العربية ما زالت غير معروفة للأسف كثيرا بين الفرنسيين. قرابة 600 فنان من عديد دول العالم يعرضون في هذا المعرض الذي يسدر ستاره الأحد القادم. التقرير كان بصوت الزميل يوسف الحميدي. تنتهي النشرة، إلى اللقاء.